إذا هذا فيما يتعلق بالسفر على متن الطائرة أو الباخرة، مثالين ديال العربية للطيران وباليريا. النساء اللي غادي تسافر على متن ريانير، وأنا عارف بأنه بزاف ديال الناس، بل نصيب الأسد لربما ديال المسافرين اللي كيدخلوا من المغرب خصوصا من أوروبا فكيسافروا مع ريانير. فالنساء الحوامل اللي كيسافروا مع ريانير فخصكم يكون عندكم واحد الورقة خاصة كتنزلها من الموقع ديال ريانير. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الأخ كيسول كيقول هل يمكن للمرأة الحامل في الشهر الثامن السفر في الباخرة أو في الطائرة؟ هذا السؤال هذا غادي نجاوبوا عليه على شكل فيديو، وغادي نشوفوا مثال ديال السفر ديال النساء الحوامل على متن الطائرة، غادي نشوفوا العربية للطيران كمثال، وفي الباخرة غادي نشوفوا باليارية اللي معروفة كذلك كمثال. نبدأ أول حاجة بالطائرة، وعلى بركة الله ندخلوا نشوفوا ماذا تقول العربية بالنسبة للنساء الحوامل. فكما كتشوفوا معنا هنا، يعني هذا واحد الجزء خاص بالنصائح للمسافرين على متن العربية للطيران. فهنا كما كتشوف كيقول لك النساء الحوامل، ستقبل العربية للطيران سفر النساء الحوامل على متنها حتى نهاية الأسبوع 35 من الحمل. يعني مادام السيدة بقى في الأسبوع 35، يعني راه شي 9 شهور وشي حاجة، 8 شهور وثلاثة ديال السيمانات، لأن 8 شهور 32 سيمانة، فبإمكانها تسافر على الطائرة. ففي هذه الحالة هذه، هاد الشخص اللي كيسول، إذا كانت السيدة ديالك مازال في 8 شهور، فيعني 32 شهر يعني مقبولة أنها تسافر على متن العربية للطيران، بشرط. شنو هو الشرط؟ تقديم شهادة طبية تشير إلى عدد الأسابيع ديال الحمل وتؤكد لياقتهن ولياقتها للطيران. هاد فيت تو فلاي كتسمى، يعني السيدة غادي تمشي عند الطبيب، والطبيب غادي يعمل لها واحد الورقة بأنها النهار الفلان الفلاني بإمكانها السفر، وغادي تكون يعني على حساب التشخيص ديال الطبيب، غادي تكون الحالة ديالها قابلة للسفر. نقوله يجب أن تكون الشهادة موقعة من قبل الطبيب كما قلت لكم، وتكون صالحة لمدة 14 يوم من تاريخ الإصدار. يعني إذا كنت مسافرة نهار 15 في الشهر، فالورقة خصك تكون خرجتها من الطبيب نهار واحد ولا نهار جوج، نهار جوج باش تكون باقا داخلة في داك 14 يوم يعني من التاريخ ديال الإصدار ديالها، من النهار اللي سناها الطبيب. على العموم خصك تحسب 14 يوم من التاريخ اللي وقعها الطبيب ديالك. بطبيعة الحال هادشي هذا غادي تعملو السيدة حتى تشري البيي، عاد كتمشي عند الطبيب وكتقول له فوالا انا مسافرة النهار الفلاني، ولكن ماشي 3 شهور قبل، حتى يبقى لها مثلا واحد السيمانة ولا 10 ايام وتمشي عند الطبيب وتقول له مسافرة النهار الفلاني وكنحتاج الشهادة السيرتيفيكا بان نقدر نسافر. بطبيعة الحال الطبيب راه ماشي غير غادي يجي ويعطيها لي، الا كان شي كومبليكاسيون ولا شي تعقيدات في الحمل، ولا مثلا الحمل ديال التوائم ولا ثلاثة، فتما راه يعني كتكون اجراءات اخرى. فهنا كيقول لك لا نقبل النساء الحوامل التي وصلنا الاسبوع 36 من الحمل، يعني باقي لها سيمانه وضع، او في حاله التوام او الثلاثي، يجب ان تتم الرحله حتى نهايه الاسبوع 32، وبالتالي يجب القيام برحلات العوده قبل الوصول الى الاسبوع المذكور. واحد الحاجه واعره وكيغفلوا عليها بزاف ديال النساء اللي كيكونوا مسافرين مثلا على متن الطائره وهما حاملات، كيكونوا مثلا هما مسافرين في الاسبوع، باقيين داخلين في الاسبوع 32، ولكن فين غادي تولد هاد السيده؟ واش غادي تولد في المغرب او لا غادي ترجع وتولد في اسبانيا ولا في فرنسا ولا في اوروبا، بلد الاقامه ماشي في البلد الام ولا الاصل ديالها اللي هو المغرب. علاش؟ لانه مي غادي تكون راجعه، فلربما تكون فاتت داك 32 اسبوع، او حتى تكون فاتت داك 36 اسبوع اللي هو الحد الاقصى واللي كتسمح به العربيه للطيران بالسفر. واغلبيه ديال الشركات كيمشيو في هذا الاتجاه وعلى حسب هاد الاسابيع اللي قلت لكم، حنا خدينا غير العربيه كمثال. فبالتالي الواحد خصو الوحده خصها تكون عارفه راسها فوقاش غادي ترجع، باش ما تفوتش التاريخ اللي كتسمح لها به الشركه ديال الطيران. دابا مزيان، دابا نشوفوا السفر على متن الباخره. هنا بالياريا هنا كيقول لك حامل او للسفر بامان، يعني بالنسبه للحوامل. اذا كنت حاملا، يعني كيوجه الخطاب للسيده، يمكنك السفر او لا يمكنك السفر
اقل من 36 اسبوع بحال الطيران، او 32 اسبوع في حالة الحمل المتعدد. العربية ما كتسمحش مثلا الانسان يسافر اللي عندهم الحمل الثنائي ولا الثلاثي، ولكن على متن الباخرة ممكن الحمل الثنائي ولا الثلاثي تسافر ولكن ما تفوتش 32 اسبوع، والحمل العادي 36 اسبوع. اعتبارا من 28 اسبوع فصاعدا، يعني ابتداء من السيدة اللي عندها 28 سيمانة ديال الحمل، يجب عليك الإشارة إلى ذلك في الحجز. يعني خصك ملي تكون كتقطع البيي تعمل بأن راه حاملة ب 28 سيمانة، أو لا تبينها في الحجز في الريزرفاسيون ديالك. تحتاج إلى وتعمل التيكي ولا تعمل ديك التيك ديال المربع، تحتاج إلى مساعدة خاصة وإظهار شهادة طبية. يعني خصك شهادة طبية بالإضافة إلى بطاقة الصعود إلى، نعم، إلى الطائرة ولكن إلى الباخرة، صادرة قبل ما لا يزيد عن 7 أيام من الرحلة. يعني خصك تكون عندك البطاقة ديال الصعود للطائرة وكلش مخرج، التي تشير إلى معلوماتك الشخصية، الأسابيع ونوع الحمل فردي أو متعدد. يعني فخص هذه المعلومات تكون بحال مثلا الحمل واش فردي ولا متعدد، وعدد الأسابيع والتاريخ المحتمل للولادة، ظروف مثالية السفر في الأيام المحددة، مدة صلاحية الشهادة. هذه الشهادة دي خصك تجيبها من الطبيب بطبيعة الحال اللي كيعمل لك فيها واش الحمل عادي، واش متعدد، واش فيه خطر، والنهار اللي غادي تولد فيه السيدة بطبيعة الحال، مدة صلاحية الشهادة المذكورة، اسم ورقة الطبيب وتوقيع ومعلومات الاتصال به. والطبيب اللي خصو يعمل هذه الشهادة هذه في علامة السيدة اللي عاد تسافر على الباخرة، فخصو بطبيعة الحال يعمل كيتسمى هذاك بالإسبانية نوميرو دي كولوخي دي كوليخيادو، يعني النمرة ديالو، واحد النمرة كتكون معتمدة من طرف نقولوا بحال السنديكا ديال الأطباء، والتوقيع ديالو والمعلومات ديال الاتصال به. يعني خصو يكون كاين الإيميل والهاتف ديالو. إذا لم تقدم هذه الوثائق فإننا نحتفظ بالحق في عدم السماح لك بالصعود إلى الطائرة، والشروع في إلغاء التذكرة واسترداد المبلغ بالكامل. المهم، على ما يبدو في الباخرة قاصحين شي شوية، على ماشي قاصحين ولكن الشروط ديالهم متشدة شي شوية، في حين أنه في الطيران فما دام الطبيب كيصرح بالإمكانية ديال السفر فما كي يعني ما كيعقدوش الأمور بزاف على المسافرين. إذا هذا فيما يتعلق بالسفر على متن الطائرة أو الباخرة، مثالين ديال العربية للطيران وباليريا. النساء اللي غادي تسافر على متن ريانير، وأنا عارف بأنه بزاف ديال الناس، بل نصيب الأسد لربما ديال المسافرين اللي كيدخلوا من المغرب خصوصا من أوروبا، فكيسافروا مع ريانير. فالنساء الحوامل اللي كيسافروا مع ريانير، فخصكم يكون عندكم واحد الورقة خاصة كتنزلها من الموقع ديال ريانير باش تسافر. ميمكنش تجيبوا رقم الطبيب وكان، وانما خص واحد الفورمولاريو، واحد الورقه كتعمرها، واحد الاستماره ديال ريانير، وخصك تديها امبريميها وديها للطبيب، فيها اللوغو فوق ديال ريانير وبعض الاسئله اللي خص يجاوب عليها الطبيب، او لا ماشي يجاوب عليها، وانما بعض الفراغات معلومات يجب ملؤها في ديك الاستمارة هذيك، ولكن ديال ريانير، ماشي أي طبيب بإمكانه يعمر، لا ديال ريانير. وإذا احتجتوا هذه المعلومة هذه عاوتاني عملت عليها فيديو شي جوج ولا ثلاثة ديال المرات يمكن، بالحق إذا كان الناس مازال محتاجين هذه المعلومة فنعود مرة أخرى نعملوا عليها فيديو. شكرا بزاف على حسن المتابعة كما دائما، ولا فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم.